قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذه الآية في سورة النساء. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. ويا حرف نداء، والمنادى من؟ المنادى أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. فقوله تعالى: يا أهل الكتاب، هذا نداء نودي فيه أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى. وقوله تعالى: لا تغلوا في دينكم، لا هنا ناهية، وتغلو فعل مضارع مجزوم بله الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو في محل رفع فاعل. والنهي هنا نهي تحريم كما سبق معنا من أن النهي يقتضي التحريم، وكذلك القاعدة في الأصول أن النهي يقتضي التكرار، فيكون الغلو منهيا عنه في جميع الأحوال وفي جميع الأوقات. ومر معنا القاعدة في الأصول أن الفعل قلنا لا تغلو أنه عام في جميع الأحوال وفي جميع الأزمان وفي شتى صور الغلو، سواء قل هذا الغلو أم كثر، وسواء كان هذا الغلو في العبادات أم في العقائد أم في المعاملات، فيكون النهي عاما ولا ينظر إلى حال هؤلاء الذين غلوا في صورة معينة وهو غلوهم في عيسى عليه الصلاة والسلام. فجاء النهي شاملا، ولذا قال: لا تغلوا في دينكم، فجعل النهي عن الغلو في محل. ما هو هذا المحل؟ الدين. قال: لا تغلوا في دينكم. الآية الأخرى التي في المائدة: لا تغلوا في دينكم غير الحق، هذا لبيان الواقع، وذلك لأن الغلو كله ليس حقا، وإنما ما صنعه هؤلاء هو الباطل بما يقتضيه حالهم. ويراد من هذا التبكيت والتحقير والتهكم لهم، شأنه كشأن قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. يفهم من هذا أن هناك برهانا يجوز للإنسان أن يدعو معه غير الله عز وجل؟ الجواب لا. ولذا جاء التعميم في سورة النساء فقال: لا تغلوا في دينكم. الدين هنا يطلق ويراد منه إما الجزاء وإما العمل، وهو هنا بمعنى العمل، يعني لا تغلوا في عملكم. وقد يطلق الدين ويراد منه الجزاء كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء والحساب، كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني جزاءهم الحق. فالدين هنا هو العمل. ولا تقولوا على الله إلا الحق، وهنا حصر لأن لا يقال على الله عز وجل إلا الحق، وذلك لأنه جل وعلا هو الحق، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولأن قوله الحق، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وفي سورة المائدة قال: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل.